لسه ما جاش ولا ايه؟ الساعة كام في ايدك يا حاج؟ 11. طب وده اسمه كلام ده؟ على فكرة بقى بدرية بترجع لوحدها متأخر كتير قوي، وأنا اتكلمت معاها في الموضوع ده، بس أنت عارف أنا ماليش كلمة عليها، بقول لها أنت بقى. إن شاء الله، المهم ركز معايا، عايزين نفتح شركة في أمريكا. إحنا فين وأمريكا فين يا حاج؟ مالنا إحنا ومال أمريكا؟ يا عبيد ده مالنا ومالنا؟ عشان نبقى جامدين في البورصة لازم أن يبقى عندنا مكتب هناك. أنا قلت ليونس ياخد كل الإجراءات. على كده بقى لازم حد فينا يكون في أمريكا، ها؟ ما إحنا مش هنفتح مكتب هناك وإحنا التلاتة قاعدين هنا. إن شاء الله ربنا يسهل، ما أنا بقول لك قلت ليونس ياخد كل الإجراءات. المهم عايزك تجيب لي شاشة زي دي عندنا في المكتب، وشاشة عندك في البيت، وشاشة عند أخوك أحمد في البيت كمان. عند أنهي بيت فيهم؟ التلاتة. ما هو يتجوز وأنا أجيب شاشات. اضحك اضحك يا أخويا، ما هو جواز وخراب ديار. نفسي اشرب خمره قوي. يوه اتجننت يا بدريه ولا ايه يا اختي؟ هو انت شفتيني شربت؟ بقول لك نفسي نفسي. طب حطي الطرحه على دماغ، يلا يا ستي حاسبي عشان اتاخرنا. الطرحه دي مش هحطها الا عند البيت، خليكي كده لحد ما جوزك ولا حد من اخواته يشوفك وتبقى مصيبه. مصيبه ليه؟ قاعده مع اختي في مطعم في فندق باكل بالشوكه والسكينه، الطرحه اتزحلقت من على شعر. ذنب انا ايه؟ فعلا انت عندك حق، مالكيش ذنب. انت هتقعدي بالكتفيه فيها طول اليوم؟ جرى ايه؟ انا عايزه ابقى براحتي، عايزه ابقى على حريتي، مش هيبقى خانقه جوه البيت وخانقه براها. حرام عليك يا بدريه، خانقه فين بس؟ ده انت جوزك معيشك احسن عيشه. امال انا اقول ايه بقى؟ على الاقل انت جوزك بيسيبك براحتك تقعدي عند امك، مش لازق لك كده طول الوقت. يا ساتر، عمري ما حبيته ولا هحبه. الله يسامح ابوك اللي جوزوني غصب عني. يا بدريه، ما خلاص بقى، احنا فين والايام دي فين يا اختي؟ ما يبقاش قلبك اسود كده. ما تسيبيني اهبهب بالكلام. الله، انت هتفضلي واقفه على لوحدك في كل حاجه؟ عايزه اتكلم يا ستي. هو اتكلم على جمرك؟ يعني ايه مش موجوده يا عمر؟ ما اعرفش يا حد، من ساعه ما مشيت ما رجعتش تاني، طلبتها في التليفون اكتر من مره مش موجوده. طيب وحاجتها خدتها معاها ولا سايباها ولا ايه؟ اشوفها موجوده ولا لا، هبعت حد يشوفها. اه يا سيدي شوفها لنا، ولو سمحت طمنا. طمنا على ايه يا احمد؟ ما بركه يا جامع، شوف لنا واحده غيرها، ولا اقول لك شوف لنا دكتور؟ احسن عشان ربنا يبارك لنا في المصلحه. لا اله الا الله، ما ينفعش يا حاج، يبقى شكلنا ايه لو احنا جبنا حد وهي راح تطبع علينا؟ يا سبحان الله، واحنا نقول لها امشي؟ ما هي اللي خدت في وشها وهبقت ومشي. الصبر يا حاج الصبر، كل حاجه هتبقى زي الفل ان شاء الله، بس انت اصبر. يا جماعه سيبوا موضوع الدكتوره دي، في موضوع مهم جدا عايز اقول لكم عليه. التجار اللي اشتروا الذره جاهزين وعايزين يستلموه، اقول لهم يجوا امتى؟ لا استنى بقى، ده الذره لسه في البحر. بقول لك ايه يا عمر، اديهم معاد بعد شهر احسن كده، بدل ما نديهم معاد قبل كده ونرجع نخلف معاهم. في موضوع تاني عايز اكلمكم فيه. خير؟ انا سمعت ان وزاره الزراعه ناويه تستورد مواشي من البرازيل علشان ترخص سعر اللحمه. هتلاقي الحكومه عايزه تعمل مصلحه. اوعى تكون فاكر ان الحكومه عايزه ترخص اللحمه عشان غلابه تاكل، تبقى راجل مغفل عبيط لا مؤاخذه. كتر خيرك يا حاج فتحي، متشكرين. ترى ايه يا عمر في ايه؟ لو انت لحد النهارده ما عرفتش الحاج فتحي، ده طول النهار يقول عليك الامير عمر الطيب عمر. يا عمر والله بهزر معاه، انا بعاملك زي اخواتي بالظبط، محمد واحمد. يعني بقول لك يا عبيط يا ابو رياله يا اهبل، هزار ومحبه. خلاص بقى يا حاج فتحي، انا كل اللي يهمني في الموضوع ده خايف ان سعر اللحمه ممكن ينزل، وده ممكن ياثر علينا. ما تخافش، يوم الحكومه عندنا بسنه، حلني بقى عبال ما يلموا عمله من السوق ويفتحوا اعتماد، ده فيها بتاع 6 اشهر موت حمار. يعني هي الحكومه ما عندهاش عمله صعبه؟ وحياتك بيلموها بالسوق زي الزباين بالظبط. امال يعني هي الحكومه سنة سنانها على تجار العمله ليه؟ ما عشان كده يعني هم سنين سنانهم وبيشتروا منهم. الله الله عليك يا عمر، وانت قاعد على الشجر ومش شايف اي حاجه بره المزرعه. وده كويس على فكره، خليك كده احسن، كبر دماغك من الحاجات دي خالص. ما قلتوش احنا هنعمل ايه؟ قول لي الاول يا عمر، مين اللي قال لك ان الحكومه عايزه تستورد لحم؟ مصدر المعلومه مين بالظبط؟ اهو التفصيل اهو، حاجة تعر، اعمل حسابك انا مش هفصل تاني. هو يعني اللي بيلبسوا جاهز دول احسن مني ولا يعني احسن مني؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا ستي مفيش في الدنيا دي كلها حد احسن منك. خدي الهدوم دي اركنيها وزعيها ارميها، وما تعتريش هم، كلها كام يوم واجيب لك هدوم احسن منها 1000 مرة كمان. ايه رايك فيها؟ يلا مننا بقى. يلا تعالي ريح، يلا يلا بقى، ما توجعيش قلب امال. لا يا اخويا مش جاي. مش جايه ليه بس؟ مش احنا اتفقنا خلاص؟ يلا منير، يلا نغني سوا الليله يا عيد، يلا بقى. لا يا اخويا لا هنغني ولا اتفقنا. بص بقى يا تيفا، انا يا اخويا عايزك تغير شغلانه المصمت دي، عايزك تشوف لك كده شغلانه تانية حلوه. يا دي النيله عليا وعلى سنيني وسنين المصمت.
شفت اديك دايما كده بتتخلق عليا، ما بتبقاش حلو وحنين غير لما اكون عاوز حاجه مني. ما هي دي شغلانتي يا منيره، شغلانتي، ما اعرفش شغلانه غيرها يا بنت الناس. وانا مش عاوز ابني بقى يتولد يلاقي ابوه بيع سمين. بيع السمين ده خلف رجاله مش شنبات، لازم تفهمي كده كويس، مش هتيجي انت على اخر الزمن وتطلعيني معاش قبل الاوان بقى. ليه يا اخويا؟ هو انت لسه ما طلعتش؟ ده انت طلعت معاش من زمان قوي يا تيفا، ولا انت يا حاج مش واخد بالك؟ لا واخد يا اختي، واخد معاش، معاش معاش معاش، بس هفضل بتاع سمين يا بنت بتاع الانابيب. انابيب ترين ترين ترين، انابيب ترين ترين، يا الله ما الليله باظت باظت، الهي تولع فيك يا انبوبه. كل المنطقة دي هتمشي فيها الأبراج على شكل زجزاج على مساحة 32 فدان وأكثر. طب قول يا باشمهندس، هو مين اللي بيحدد خط السير أبراج الكهرباء، المحافظة ولا الوزارة؟ والله ما عنديش فكرة حاجة، بس أكيد بينسقوا مع بعض. كل اللي أعرفه إن المنطقة دي بيسموها مجرى خطر أو ممر خطر، عشان كده من المستحيل البناء عليها. هي دي مشكلة الأرض. قلتلي يبقى كده يعملوا محطات ضغط عالي عشان الكهرباء. أكيد طبعا. يعني انت كده يا باشمهندس بتنصحنا ان احنا نصرف نظر عن موضوع الارض دي؟ بصراحة انا شايف كده هتضيع وقتكم فيها على الفاضي. لا الله يبارك لك يا جماعة، انا شايف ان العرض ده مش هيتكرر تاني. ده الواجهة هنا، شوف الواجهة يا حاج، بحر شرقي من ناحية واجهة واجهة، ده بالصلاة على النبي تعملها كيلو متر مربع عن حمل. ما هو انا عشان كده يا حاج بقول لك ان احنا عايزين ناخد حتة الارض دي، ده انا نفوخ هيطلع عليها لو ما خدناهاش. طب بقول لك يا باشمهندس، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا لو خدنا الارض دي على اساس انها ارض زراعيه وسقعناها شويه لغايه ما نشوف لها صرفه وبعدين نبدا نبني فيها، ساعتها المحافظه لما تلاقي البنا شغال ممكن ما تعملش محطه الكهرباء دي خالص ونبقى حاطينهم قدام الامر الواقع. لا يا حاج فتحي، ما ينفعش معنى كلام الباشمهندس ان الموضوع مرفوض من اساسه، مش هيدونا الارض لا عشان نبنيها ولا عشان نزرعها. الله، طب وبعدين العمل ايه يا باشمهندس؟ العمل عمل ربنا، ملكوش نصيب في الارض دي. طب اقول لك يا هندسه، ما فيش سكه كده مننا للمحافظ؟ والله انا ما اعرفش، ولو اعرف انا احبش اتدخل في الحاجات دي. طب يا باشمهندس احنا متشكرين قوي، تعبناك معانا. لا لا ولا تعب ولا حاجه، انا تحت امركم. السلام عليكم. السلام عليكم. بقول لكم يا اولاد، عايزين نشوف سكه للمحافظ، عايزين نقطع فرط في الارض دي. ما نروح ونشرب معاك كوبايه شاي ونكلمه في الحكايه على طول. الموضوع مش سهل كده يا احمد، عايزين واسطه، واسطه كبيره كمان، صحفي، لواء شرطه يكون عظميه ناشفه في الداخليه، محافظ زيه. هنروح انا وانت اخوك نكلمه ونقول له ايه ولا هو يقول لنا ايه؟ يا اخوانا بلا واسطه بلا محافظ، الله، احنا نحط ايدينا على حته الارض على اساس ان مالهاش صح. يا ابني بطل تهوي، احنا مش عايزين مشاكل ومش عايزين قواضي وغرامات، مش عايزين حد يعلم علينا، عايزين نكسب من غير ما نتحبس يا محمد. يا حاج مش هنتحبس ولا حاجه. اخوك بيتكلم صح يا محمد، احنا لازم دلوقتي هدفنا يبقى المحافظه والمحافظ، لازم يبقى عندنا معلومات كفايه عشان نعرف هندخل على الموضوع ده ازاي. وعلى فكره يا حاج، اننا نخليهم يدونا الارض وينقلوا ابراج الكهرباء موضوع مش سهل، صعب قوي قوي قوي. ما اهو ده ابو الماس، عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ قلت 100,000 جنيه. برضه هتقول لي 100,000 جنيه؟ الحته دي انت بطلت بيها وانا هشيلها في حته البلاطه، ما اعرفلهاش طريق جره. وهتجيب يا فتحي ال 100,000 جنيه وهشتري الخاتم الخمس قراريط اللي انا عايزاه. قلت ايه بقى؟ قلت يا بدريه انا مش راجل عبيط، انا يوم ما ادفع 100,000 جنيه من جيبي لازم اكسب قصادهم 100,000 جنيه. وانا يا اخويا مش ست عبيطه، والالماس سعره بيزيد، والخاتم ده مفيش منه غير حته واحده بس. عارف يعني ايه؟ يعني كاننا عندنا جوهره في البيت، كان عندنا حته مثل من بتوع الافلام في بيتنا. افلام ايه يا ام افلام؟ انت اللي بتعملي افلام عليا. وبعدين الخاتم ده هيبقى في صباعك انت، مش هيبقى في البيت زي ما انت بتقولي. وبعدين فاهمين انت بتروحي فين عشان تلبسي في صبعك خاتم خمس قراريط الماس؟ بتروحي فين يا بدريه؟ بطلي طمع وكفايه اللي عندك. بطل بخل انت وهات من اللي عندك. ايه مش ايه صباح؟ لا ما انا باكل اهو. مش باين ماك ما فيش، بس يعني بس ايه؟ قولي، هو مين اللي قالك على الحاجات دي كلها؟ مش مهم يا صباح مين اللي قال، بس المهم اني مش انت اللي قلتيني. ماني قلتلك على كل حاجة هو؟ بس بعد ما سألتك يا صباح مش لوحدك،
ما جيتيش كده من نفسك وقلتيلي، وانا مش فاضي ادور ورا كل واحد، وبرضه ما احبش الناس تدور ورايا. انت عارفه ده معناه ايه يا صلاح؟ معناه ان ظهري بقى مكشوف وعريان، وانا اللي يكشف لي ظهري ويعريه ملوش مكان في حياتي. يعني ايه يا سحب؟ يعني اللي ليكي عندي واللي ليه عندك هما البنتين صفا ومروة. واني انت طالع يا صباح؟ ستة سبعة ثمانية. السلام عليكم. اهلا يا مدام فدرية، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ثواني وهفضل حضرتك حالا. خد راحتك يا اخوي. تسعة كمان ده عشر. نيجي على ده بقى. ده بقى المهم يا استاذ، ونخلي بالنا منه قوي يا استاذ فضايا لو سمحت. ايه يا استاذ عصام؟ هو انا عمري ما شلت خواتم غالية؟ ده انا طول عمري بشيل الحاجات الغالية جدا. تسمح ثواني يا استاذ بالنبي؟ اتفضلي يا هاني. الله، هو ده ابو خمس قراريط؟ هو ده خمس قراريط الماس حر يا مدام. ده تحفه. ايه رايك؟ ده يخلي الصوابع تتكلم. بقول لك ايه، مش ده اللي كلمتني عنه؟ مظبوط، هو ده اللي اتكلمنا عليه. خلاص اعتبره بتاعي، انا اشتريته. خلاص ازاي؟ خلاص ازاي يا مدام؟ ما ينفعش. مدام تهاني لو عرفت تبقى مشكله كبيره. وهي مدام تهاني لسه شافت الخاتم، هو مش برضه يا اخويا حضرتك واخد لها الحاجات دي عشان تفرجهم لها؟ ايوه. اعتبر ان الخاتم ده ما كانش موجود من اصل. عموني مدام بدريه سيبيه يروح بيهم، وكده كده اعتبر الخاتم بتاعك. الله، طب وافرض شافته وعجبها واخدته؟ هجيب لك احسن منه يا ست الكوري. بس انا مش عايزه الاحسن منه، انا عايزه ده. جرايه يا مدام، هي عافيه ولا ايه؟ هو انا عشان ذوق معاكي حسوق فيها ولا ايه؟ جرايه يا راجل انت بتكلمني كده ليه؟ هو ده كلام؟ والخاتم هيروح لمدام تهاني؟ يعني هيروح لمدام تهاني؟ اهدى بس يا استاذ فضايا، حلو بس بهدوء، موضوع بسيط. يا استاذ عصام بدل ما تقول لي اهدى قول لها هي يكون عندها شويه ذوق وشويه دم. لا لا ما تغلطش، ولا كلمه واحده وهتلاقي الجزمه فوق دماغك. جزمه الفضاني؟ جزمه على دماغك ودماغ اللي ربوكي كمان. طب عشان تبقى اهو، هو ده اللي حصل، ولازم تجيبوا لي حقي دلوقتي حالا. الله، ما هو لازم يعرف ان ورايا رجاله. ضربت الراجل في المحل يا بدريه؟ طب هو فين دلوقتي؟ معرفش، سبته في المحل ومشيت. لا اله الا الله، ما تزعليش مني يا بدريه، غلط قوي انك تعملي كده معاه. غلط بقى ولا مش غلط، اهو ده اللي حصل، ولازم تجيبوا لي حقي. هيجيلي يعني؟ هيجيلي طبعا، حقك لازم يجيلي، وحتى لو غلطانه ما ينفعش راجل يمد ايده على واحده ست يا احمد. طب والخواتم؟ الخاتم فين يا بدريه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يكونوا ضاعوا منك في الخناقه والدب تعرف تمنه. احنا فين ولا في ايه دلوقتي يا فتحي؟ دكتور ما تعرفش يا سيدي، الناس هتسمع صوت نوم على الباب. لا اله الا الله. اهلا يا باشا، اهلا وسهلا، نؤمر يا فندم. مش ده برضه منزل بدريه عرفان؟ ايوه يا فندم. هو هي فين؟ مش موجوده في الحقيقه، يعني في مشوار كده. طب احنا عايزينها في الاسم. خير يا حضرتك، تسال على بدريه ليه؟ في محضر معمول ضدها، ضربت واحد وهيحتاج علاج اكتر من 21 يوم. 21 يوم؟ طب اجي انا معاكم، انا جوزها ابو عيالها. احنا عايزينها هي اللي تيجي معانا. هي مش موجوده دلوقتي، مش موجوده في البيت. انا هسيب خبر اول ما تيجي هتجي لنا على طول. ها احمد حصني، اتفضل يا باشا. يا محمد. نعم. اول ما تيجي مرات الحاجه هاتها وتعالى لنا على القسم على طول. ان شاء الله. بصراحه حاولت معاه بس هو راكب دماغه برضه. مدام بدريه زودتها قوي الحقيقه. ما انا عارف انها حمائيه، بس حصان بيه ضروري تشوف لنا اي حل معاه. ما هو المشكله انه راكب راس ومستقوي، اصل سكرتير المحافظ، وكان واخد الخواتم دي لمرات المحافظ. يا نهار ابوك اسود، المحافظ ومرات المحافظ؟ يعني بدريه راحت في ده يا احمد؟ نهارنا اسود النهارده. لا 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 اسود ولا حاجه، نهارنا زي الفل يا حجيجه. انت قلت لي اسمه ايه؟ اسمه الاستاذ فضالي. لو سمحت والله يا حضره الضابط، بعد اذن حضرتك لو ممكن تسمح لي بس اكلم الاستاذ فضالي كلمتين بس على جنب. والله دي حاجه ترجع للاستاذ فضالي. فضالي اللي اتضرب واتبهدل النهارده. انا لا هقول كلمه ولا كلمتين، انا هاخد حقي بالقانون. طيب ومين اللي قال لحضرتك ان احنا مش هندي لك حقك؟ احنا هندي لك حقك، بس عايزين نتكلم معاك كلمتين انا والحاج على جنب بعد اذنك لو سمحت. بعد اذنك يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم، اتفضل. على مهلك على مهلك، الله يكرمك. على مهلك الله يكرمك. الف سلام عليك يا سعاده الباشا. الف سلام. انتوا عايزين ايه؟ ولا اي حاجه، احنا عايزين نتعرف يا سيدي، عايزين نتعرف يا سيدي. اعرفك بالحاج فتحي اخويا الكبير وزوج مدام بدريه. زين ما اخترت يا اخويا. اكرمك الله يا فندم، وانا
الحاج احمد توفيق، احنا تجار كبار ولينا وزننا في السوق. انا مالي اذا كنتوا تجار كبار ولا صغيرين؟ اهدى اهدى، بص راسك اهدى، سايق عليك النبي تهدى، احنا عايزين نرضيك ونجيب لك حقك لغايه عندك، بعيد عن الاقسام والكلام الفاضي ده. وبعدين بدريه يرضيك يعني انها تيجي وتتبهدل هنا في الاقسام؟ احنا عمرنا ما دخلنا اسم. اه لازم تتبهدل عشان تعرف ان هي مدت ايدها على الاستاذ فضالي. تعرف ازاي يا فندم؟ تعرف ازاي؟ ده انا لما عرفت ما صدقتش ان ده حصل مع حضرتك. لا اله الا الله، يحصل معاك انت يا فضالي بيه، انت يلي سمعتك سبقاك. ها وانت تعرفني منين بقى عشان تعرف ان سمعتي سبقاني؟ اعرفك منين ازاي بقى؟ لا اله الا الله، وهل يخفى القمر؟ طب بعد اذنك حاج فتحي، انت عارف بقى ان هم بيقولوا ان سياده المحافظ ما بيعرفش يعمل اي حاجه الا باستشارتك. صح، قول الكلام ده لمرات اخوك. هنقول لها سعاده الباشا، هنقول لها انت بتعرفش احنا هنعمل فيها ايه، انا شخصيا هديها بالجزمه. اه والله، وهجيب لك حقك لغايه عندك. لا كمان بقى سعادتك بقى، وده من عندنا بقى، الخاتم اللي انت كنت عاوزه اعتبره موجود للهانم ومن غير ما تدفع ولا مليم. ازاي يعني؟ ازاي يعني ايه يا سيدي؟ اسمع اللي بقول لك عليه واكتر كمان، اللي انت عايزه هنعمله لك. والله العظيم ما هتندم يا استاذ فضالي، وهتبقى اشتريتنا بذوقك وكرم اخلاقك، والله ما هتندم، ده احنا رجاله 10 على 10. بص بقى، هتبقى اشتريت رجاله ومش اي رجاله، بس تنازل الاول عن المحضر. لا مش هتنازل على المحضر، اركن المحضر عند الضابط لحد ما اعرف هتدوني حق ازاي. يعني ايه حقيقه؟ ابوس دماغ مين؟ ده انا لو شفته تاني هديله بالجزمه على دماغه. يا بدريه، ابوس دماغك انا، لم الموضوع، هتروحي في حديد. ده سكرتير المحافظ. سكرتير المحافظ على نفسه يا حبيبي، مش عليا. يا بدريه، المحضر لو مش رسمي يا بدريه، شايف الغواش اللي في ايدك دي؟ بدل الغواش دي هتلبسك كلبشات، وانا مش هعرف اعمل حاجه. انت مش هتعرف، انا بقى هعرف، وبدل المحامي هقوم 10. طب عشان خاطر يا بدريه، ابوس ايدك، ما تصغرنيش قدام الراجل، انا قلت له ان انت هتبوس دماغه ونخلص الموضوع. والله لو حلفتني على الميه هتجبد ما هنفذ اللي في دماغي، وهو اللي يجي لي لحد عندي ويتاسف لي ويبوس دماغي ورجلي كمان. ويبوس دماغك ويبوس رجلك باماره ايه يا بدريه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب لو قلت لك يا بدريه ان في مصلحه جامده قوي مع المحافظ، واحنا عايزين نطوي الراجل ده تحت بطنا عشان يخلص لنا المصلحه، يبقى اقول لك ايه؟ اقول ماليش دعوه غير بكرامتي، انا كرامتي عندي بالدنيا وما فيها. طب لو قلت لك ان المصلحه دي بملايين الملايين، وان هيجي من وراها رزق كبير قوي يسد عليه الشمس، يبقى اقول لك ايه؟ اعرف ايه هي المصلحه الاول، واعرف مصلحتي في المصلحه عشان اشوف اذا كنت حبوس دماغه ولا حنست الكعب جزمتي على دماغ امه. ايه ده؟ انت خارجه ولا ايه؟ لا لابسه يا اخويا عشان داخله الحمام. الله 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 الله، انت بتتنوري عليا يا منيره. اصلك يا اخويا شايفني لابسه، هكون يعني راحه فين؟ اكيد خارج. ماشي، طب خارجه راحه فين يا ست منيره؟ راح اشتري شويه حاجات انا والبت لواحظ للبيت. ويعني هي حبكت تنزلي دلوقتي تشتري حاجات للبيت في نص الليل؟ نص الليل ايه يا تيفا؟ دي الساعه يا اخويا ما جاتش 9. خلاص خلصنا، مفيش خروج دلوقتي، يبقى انزلي بكره اشتري اللي انت عايزاه. جرى ايه يا حاج؟ انا يا اخويا لما اقول خارجه يعني خارجه. وانا قلت مش هتخرجي يعني مش هتخرجي يا منيره. جرى ايه يا حاج؟ هو انت اخويا بتفكر تمد ايدك عليا ولا ايه؟ الست اللي تعصى جوزها ملهاش غير الضرب. ده لا عاش ولا كان ولا اتولد اللي يفكر يمد ايديها على منيرة. لا اتولد وعزمتلك وقلت مش هتخرجي يعني مش هتخرجي. اوعى ايدك دي يا ناس، يا ناس الحقوني يا ناس، يا ناس التوفيق عايز يموتني يا ناس. يا سي توفيق حرام عليك يا ناس، الحقوني الحقوني يا ناس، التوفيق هيموتني انا والعيل اللي في بطني. يا الله 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 الله، يا بنتي بتاعنا نبيل. لو كان كده ماشي خلاص، انا هخلص لك موضوع الارض ده، بس ليا شرط، 10% من الأرض ومن أي حاجة تتعمل عليها. 10%؟ ماشي، بس يكون في علمك هتدفعي نصيبك زيك زينا. هدفع 5% بس ونصيبي هيبقى 10. تعجبيني شاطرة. أقوم بقى أكلم الراجل وروح نقابله. راجل مين اللي تكلمه؟ فضالي، الراجل اللي أنت ضربتيه في محل الجواهرجي، نروح نبص على دماغه ونصالحه. أنا مش هبص على دماغ حد يا حبيبي. يبقى كده بدري المصلحه مش هتتم، وحته الارض اللي عيني هتطلع عليها مش هشوفها. مالكش انت دعوه يا فتحي، الارض اللي انت عايزها هجيبها لك، وانا ليا نصيبي في الارض. يا ستي ماشي،
انا من ايدك دي لايدك دي، بس قولي لي ازاي هناخد الارض من غير ما نصالح الراجل؟ ايوه ايوه ايوه، لا حول ولا قوه الا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه خير. ايه يابا؟ الحقني يا دكتور، الحقني يا ابني.